رح نبلش بأولى محطاتنا الطبية لليوم، ويمكن رح نحكي عن شيء كتير شائع وبنسمع عنه كتير حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو بالحياة العامة، اللي هو الصيام المتقطع. سمعتي عن هذا النوع من أنواع الدايت مثل ما بيقولوا، أو جربتي شي مرة رشا؟ هلأ ما جربته بس كتير سمعاني عنه. كتير في حميات، هلأ النسبة الأكبر الصبايا، يعني حتى الشباب عم يعتبروها أنه عم ياخذوا برنامج دايت ويمشوا عليه. ولكن الصيام المتقطع كمان يعني هو صعب، يعني أنك أنا من الأشخاص ما بقدر يعني أني أبقى بلا أكل كل هالمدة الطويلة، يعني أكيد. خصوصا أن أنا حدا بسهر، فهو بيحتاج لحدا كتير ممكن ياخذ بعد الوقت منه بالنوم، يعني يضيع وقته بالنوم. هلا هي المعلومة الشائعة بس ما بنعرف إذا صح أو غلط، الصيام المتقطع هو نوع من أنواع النظام الغذائي ممكن بيفيد بعض الأشخاص اللي عندهم أمراض معينة، ممكن الناس تبلش تتعود عليه خصوصا برمضان اللي بيقدر يقعد 16 ساعة من غير أكل، فبيكون نظام الصيام المتقطع ممكن يكون أسهل عليه. كل هاي التفاصيل وغيرها، إيجابياته وسلبياته، مين الأشخاص اللي ما لازم أبدا يدخلوا ضمن هذا النظام وغيرها، رح تطلعنا عليها دائما الدكتورة نور منسترلي، أخصائية بالصحة العلاجية والتغذية. صباح الخير دكتورة نور. صباح النور سلمى. صباح الخير. صباح النور. صباح المحبة. هيك صباح المحبة والألوان الحلوة والحب والسلام يا رب. يا رب دائما إن شاء الله. خبريني تمام أنت؟ الحمد لله ماشي الحال. هلا دائما بنسمع بأنواع بالحميات، إن كان كيتو، إن كان النباتي، إن كان العصير، حتى في حمية المي، يعني بس بيعتمدوا على شر. اليوم عم نحكي عن الصيام المتقطع. كل نوع من الحميات له طريقة معينة. خلينا اليوم نضوي أكثر وبدقة. اليوم أنا إذا حابة أعمل هذا الرجيم شو طريقته بالضبط؟ هلأ تحددت الأسماء والهدف واحد هو خسارة الوزن. الصيام المتقطع ما فينا نقول أنه هو نظام غذائي، هو تقنية لحتى نحن نحدد نوع الأكل، كمية الأكل، والساعات يلي نحن بدنا ناكل فيها. بس ما فينا نعتبر أنه الصيام المتقطع هو نظام غذائي. لما نحن بنقول نظام غذائي معناته هو بيعتمد على حرماننا من مجموعة من المغذيات وأكل مجموعة أخرى. أما لما بنقول صيام متقطع، للصيام كلياتنا بنعرف صوموا تصحوا، الصيام جدا مفيد لصحة الإنسان وللأجهزة، الجهاز الهضمي والأجهزة كلياتها بالجسم. هلا مبدأ الصيام المتقطع في عنا عدة أنواع. عندنا أول نوع اللي هو 16-8. 16-8 يعني نحن بنصوم 16 ساعة وبناكل 8 ساعات. النوع الثاني اللي هو 12-8 بنصوم 12 ساعة وبناكل 8 ساعات. النوع الثالث اللي هو صيام يعني أكل يوم وصيام 24 ساعة يوم ثاني. الصيام النمط الرابع اللي هو صيام 48 ساعة، بس هيدا طبعا كتير صعب. هلا ننتقل للاسلم الحلول كبدايه. نحن نبلش ب 12-8 مثل الصيام الاسلامي، 12 ساعه و 8 ساعات اكل تقريبا. هلا افضل وقت اكيد لما نحن بنكون عم نعمل صيام متقطع عم ناكل الاخضر واليابس، ما رح ننحف ولا رح نستفاد شيء. يعني هاي بدي ضوي عن نقطه سلمى، انه احنا اليوم نظمنا وقتنا بالحميه، بس نوع الاكل يعني احنا فينا ناكل اي شيء؟ اكيد لا، اكيد لا. كثير بيجوا لعندي على العياده بيقولوا لي انه نحن عم نعمل صيام متقطع ومع هيك ما عم ينزل وزننا. طب ليش؟ شو عم تاكل؟ نوعية الأكل. عم ناكل كل شيء بس المهم انه عم نصوم 16 ساعة. اكيد هذا الشيء كثير غلط. خليني اول شيء نوه على فوائد الصيام المتقطع. اول شيء هو كثير مهم للاشخاص يلي بيعانوا من الباركنسون، داء الباركنسون يلي هو بصير فيه رجفة بالايدين، للأشخاص اللي بيعانوا من الزهايمر، للأشخاص اللي عندهم خرف، للأشخاص يلي انصابوا أو عندهم ممكن إنهم ينصابوا وعندهم تاريخ وراثي بالكانسر، لأنه هو بيخفف من الخلايا السرطانية. هو مهم جدا للأشخاص يلي بيعانوا من السكري بس النمط الأول، بياخذوا أنسولين. بالإضافة لهذا الشيء هو مهم للأشخاص يلي بتعاني من أمراض قلبية، اعتلال عضلة القلب مثلا، ارتفاع ضغط الدم، لأشخاص اللي عندهم سمنة مفرطة، أكيد هدول بيستفادوا من هيك نوع أو هيك نمط من الأنظمة. ما حقول عنه نظام، هو تقنية. تقنية. طب هون دكتورة بدي أسألك، قلتي إنه هو مفيد لبعض الأشخاص، العادي اللي بنسمع عنه بالعموم حتى من الأطباء المختصين بما يخص مرض السكري إنه لازم تقسيم وجبات، يعني مريض السكري مو مثل الشخص العادي 3 وجبات، لازم 5 حصص غذائية وكميات قليلة مشان يزيد الاستقلاب وعمل البنكرياس وما إلى ذلك.
كيف ممكن يزبط معهم الصيام المتقطع؟ هلا شوفي، اذا شخص كان عم ياخذ كل المغذيات بهي 8 ساعات، يعني هو عود حاله ومرن حاله انه يدخل نشويات وكربوهيدرات يعني وبروتين والياف، كل المعادن والمغذيات بهال 8 ساعات، امور حتكون اسلم. بس الاشخاص، عفوا، انا الاشخاص اللي بيعانوا من السكر نمط اول ما بيقدروا اللي بياخذ انسولين تماما، الانسولين ما بيقدروا لانه في جرعات. اي انا خطا مطبعي. اوكي، الاشخاص اللي بيعانوا من النمط الاول بياخذوا انسولين ما بيصير يعملوا النظام النمط الثاني اللي هو بياخذ حب بس منظم سكري. هلا الاشخاص يلي ما بيناسبهم للصيام المتقطع، الحوامل، الاشخاص اللي بيعانوا من الفود ديس اوردر، اي مشاكل هضميه، عندهم نهم، عندهم كولون عصبي، عندهم مشاكل مثلا ارحات معويه وهالاشياء كلها، مشاكل هضميه بشكل عام، ما بيناسبون الصيام المتقطع. مثل ما قلنا، الشخص الطبيعي اللي ما بيعاني ولا شيء من هدول بيناسبه، اللي عنده زياده وزن، امراض قلبيه، والاشخاص يلي عجزوا بالنزول الوزن. كيف يعني؟ يعني انا مثلا مشيت سلمى على نظام غذائي 1 و2 و10 و20، وصلتي لمرحله علق وزنك فيها، بطل يستجيب، تمام، صار في ثبات، بطل يستجيب على اي نوع من الانظمه، لا البروتين ولا اللو كارب ولا اي نوع من الانظمه، وقتها انا بعمل صدمه للجسم، بستخدم الصيام المتقطع لحتى اعمل هون. شو بيكون سبب انه الوزن؟ كثير بنسمع بهي الحاله انه انا عم بعمل دايت بس انا وزني ثابت. يعني هلا واحد من اثنين، يا الزلمه كثير عم بغش بالانظمه، خلص وصل لمرحله بطل يستجيب فيها، كثير بس كل برنامج بغش فيه، كل اسبوع بياخذ وجبتين ثلاثه فري، او بيكون نزل خسر كميه كثير كبيره من الدهون، يعني نزل 20 30 40 كيلو، خلص وصل الجسم للماكسيمم، بده شيء يغير له هذا الروتين، وصغرت معدته، بده شيء يغير الروتين لحتى يصير عنده شوك وينزل الجسم. هلا الصيام المتقطع انا بالنسبه لي بقدر اني استخدمه بهذا بس بهي المرحله لما بيعلق الجسم. انا جربته شخصيا، هو كثير منيح، بس المشكله انه هو بينزل من الكتله العضليه، فكمان الاشخاص هي من اهم الشغلات السلبيه، يعني ممكن الشباب يتاثروا اكثر. اي تمام، الاشخاص اللي هي هن هدفهم بناء كتله عضليه وبودي بيلدينج وبيلعبوا رياضه كثير، كمان ما بيناسبهم لانه بخسرهم كثير عضل، وبنفس الوقت هن اصلا عم يحرقوا كثير ويجوا يصوموا، فحيصيروا يدوخوا، حيصير عندهم هيك تعب خمول كل الوقت، ما لهم حال يعملوا شيء. هلا انا مثلا اول فتره، اول يوم ممكن تعرضت لصداع شوي، وجع راس، ثاني يوم بلشوا شوي يرجفوا ايدي، يمكن بلشت تنزل مستويات السكر، اليوم الثالث بلشت اتاقلم، بس للصدق ما قدرت اكثر من 14 يوم لانه انصبت بارهاق فظيع، لانه الاشخاص اللي بدها تنزل 3 4 كيلو ما بيناسبهم كثير 100%. بس هو مثل ما قلنا، الصيام هو عمليه تنظيف للجسم، وخصوصا في عالم بيحبوا ياكلوا بالليل كثير. هلا كنت عم تطلعي فيني عم نقول انه انت بتحبي، ما بيزبط معك يعني كنت تاكلي بالليل، فالاشخاص اللي بياكلوا بالليل بالعكس الصيام المتقطع كثير مناسب لهم. لانه اول شيء الصيام، يعني اثبتت دراسات انه الاشخاص اللي عم يتبعوا الصيام المتقطع من الصبح للساعه 6 7 المساء مع الساعه البيولوجيه، عطت نتائج على جسم الانسان اكثر بكثير من الاشخاص يلي عملوا الصيام او فتره الاكل المسائيه مثلا من الثنتين للعشرة او من 3 لل 11 بالليل. لما نحن بنصوم من 9 لل 6 او من 10 لل 7، هون هاي الفترة بيكون جسمك بقمة النشاط، كمان نحن ما بنكون الصبح تماما ما بنخلص، بنوقف الساعة 6 7 ما عاد وقف في مجال. نحن شو الصيام المتقطع؟ بتاكلي 8 ساعات بس بتقدري تضلي عم تشربي مشروبات باقي هال 16 ساعة، ما بتكوني عم تصومي بشكل كامل، بس المشروبات اللي نحن لازم نتناولها بدها تكون خالية تماما من السكر ومن المحليات الصناعية كمان. حتى السكرين؟ حتى السكرين ما لازم ابدا نرفع نسبه الانسولين بالجسم ولا نعرضه لاي صدمه، هيك يطلع السبايك تبعه تطلع فجاه. فحتى الصيام المتقطع ما بيصير بشكل عشوائي، مو بس نحن صمنا 16 ساعه ويلا اكلنا شو ما بدنا، او مثلا من الساعه اللي بدنا اياها للساعه اللي نحن بنختارها، هذا اكيد غلط. الصيام المتقطع اول شيء لازم نعمل تحاليل نشوف على الوظائف الجسم بشكل كامل. اكثر شيء اليوم لازم نركز عليه والاعمار،
وقد ايه ممكن الوزن نحن من يعني نسبه؟ هلا شوفي الاعمار اكيد مو تحت ال 18 سنه بيكون عنده مدارس ممكن يقلل من القدره الادراكيه والعقليه من ال 18 وطلوع، حتى الاشخاص الكبار بالعمر بيناسبهم الصيام المتقطع، بس اكيد لما بده يكون عنده متوفر عنده مجموعه من الامراض اكيد لا ما راح نقرب عليه. الصيام هو بيزيد من المقدرات الادراكيه والعقليه مع العمر مع الوقت، يعني نحن اكيد مو اول اسبوعين صرنا فيهم خلص صار الولد ذكي، صار يجيب علامات كامله بالجامعه او بالمدرسه، اكيد لا، بس هو بينمي المقدره الادراكيه. شغله ثانيه والمهمه هو بيقوي الجهاز المناعي وبيزيد من افراز الكريات البيض، فلما نحن بتقوى مناعتنا بيقوى جهازنا الهضمي بيقوى جسمنا بنفس الوقت، بصير مناعتنا ضد الامراض اقوى. الصيام كمان في له ميزه كثير مهمه، الاشخاص اللي بيعانوا من امساك وبيعانوا من مشاكل هضميه لما بيتبعوا الصيام مع شرب سوائل كميه كثير كبيره بتنحل عندهم هي المشكله، وخصوصا اذا كان صار لهم زمان بيعانوا منها. فشايفه هلا له فوائد بس بنفس الوقت بدوخ، له محاذير، له سلبيات. العالم اللي عندهم فقر دم في ناس يعملوا. يعني سمعنا انه قالوا ناس انه نحن ساويناه ورحنا فورا بعد ما خلصنا رجعنا ناكل يعني مثل اول، يعني رجعت خلينا نقول الشراهه نفسها وفقدنا واكثر وفقدنا الكتله العضليه. تمام، هلا هي لانه عم يعملوه بشكل عشوائي، ليش لازم نلجا لاخصائيين تغذيه لحتى بفتره الصيام يحددوا لنا نوع الاكل اللي نحن لازم نتناوله، ما يكون بشكل عشوائي، يعني نحن ما فينا ناكل فاست فود وبرجر وشاورما بس عم نصوم. ليش ما فينا؟ هذا ما فينا ليش ما فينا؟ عنه هذا اللي كان بدي اقول لك عنه دكتوره، اللي هو نوعيه الاكل. اليوم الناس بالعموم ممكن تدخل كثير من الانظمه الغذائيه بس ما بتعرف تفاصيل نوعيه الاكل واللي هي بيحددها الاخصائي الغذائي. هلا انا بسمع انه بعض الانظمه الغذائيه الاخصائي ممكن يحط شيء ما بيخطر على بال حدا، شوكولا او مربى، يقول لك انا عم بعطي الجسم حصه هي خداعيه خدعه بعملها معه فهو بيستجيب اكثر. خلينا نحكي عن هي التفاصيل، انه انا ممكن اكل مربى وشوكولا واشياء ما بتخطر على بال حدا بنظام غذائي، فهي كيف انا بقدر استخدمها؟ كنتوا من شوي عم تقولوا سرقتوا لي المثل تبعي، من شوي كنتوا عم تقولوا قبل ما نبلش كل شيء بزيد عن حده بينقلب ضده. صحيح، نفس الشيء بالاكل، كل شيء حتى المي لما نحن بنتناولها بكميه كثير كبيره فنحن حيصير عندنا تحبيس سوائل بالجسم، حيصير عندنا تنفيخ، حتى المي رغم انه قد ايه فوائد المي. طيب ما بيقولوا المي كمان هي كثرتها بتساعد انه تطلع الاملاح من الجسم؟ لا مو شرط، لانه انت بدك تشوفي وزنك قد ايه بيتحمل، يعني انا وزني بيتحمل مو لترين ماكسيمم، وزنك انت ممكن يتحمل لتر ونص، واللي عنده امراض مثلا ممكن بيعطوه مدير بولي معه على حسب على سيره يعني. مثلا الامراض والبول وهيك، الاشخاص يلي بيعانوا من مشاكل بوليه، مشاكل بالكليه، بحصه، مراره، رمل، ما بيصير يعملوا صيام لانه بفقدوا يعني جفاف السوائل اذا ما عوضوها. فلهيك نحن الاشخاص يلي عندهم مثلا وراثه او هيك هن بدهم يديروا بالهم، اذا بدهم يلجأوا لهيك تقنيه بدهم يشربوا كميه كثير كبيره من المي. صحيح. مثل ما مره من قبل يعني ذكرنا لنعرف كميه المي اللي نحن بحاجتها بدنا نضرب الوزن برقم 30 بيطلع معنا قديش نحن بحاجه مي. بالصيف بنضربها ب 35 وبالشتاء نحن بنضربها ب 30 لانه الجسم بيكون كميه المي اللي بيستقبلها اقل من الصيف. هلا بالنسبه للرياضه خلال فتره الصيام برمضان كمان نصوم محاج ما عم ناكل كمان نلعب رياضه قصدك؟ لا بدي اعمل لك هيك غسيل دماغ شوي لتغيري العادات اللي عم تعمليها على ما يبدو نصايحي ما عم تفيد. سلمى شوي في عندها شوي تقنعيني بس بعد نص ساعه خالصين يعني حارجع اقناع مؤقت يعني. هلا شوفي مثل الصيام المؤقت اقناع مؤقت. شوفي هو كل شيء نحن بالعاده يعني العقل الباطن بحاجة من 20 ل 40 يوم ليتعود هالعادات الجديدة. انت اكيد ما حيكون صار لك 20 30 سنة متعودة على أكلة معينة تيجي فجأة تقطعيها. صح. بالتدريج شوي شوي. صحيح. يعني ببلش انه يستجيب الجسم ويتعود عليها، يعني حكينا عن هذا الشيء من قبل. الرياضة بدي أكد عليها، في كثير عالم بتلعب رياضة بوقت الصيام. هلا اذا بدهم يحرقوا دهون صافية
اكيد قبل فتره قبل ما يفطروا او مثل قبل ما يبلشوا اول وجبه فيهم قبل بساعه يلعبوا رياضه لحتى يكون عم يحرقوا من الدهون الصافيه، لانه هو مبدا الصيام انه هو بيكون عم يحرق اخذ كل الطاقه الموجوده بالجسم، صار اخر شيء بده ياخذ عم يدور على مصدر للطاقه، بصير بياخذه من الدهون، بصير الجسم بيحرق اكثر. هلا كثير منيح لما نحن بنجمع الصيام المتقطع مع الصيام الاسلامي برمضان، كثير مهمه هي الشغله، نستفيد يعني هو اوريدي الناس عم بتصوم فهي بتستفيد من تنظيم ما بعد فتره 100%. ونبلش بالصيام المتقطع قبل رمضان، بما انه رمضان على البواب بعد شهرين، نبلش قبل بشهر مثلا، قبل بشهر او قبل ب 15 يوم نصوم صيام متقطع. في ناس بتزيد الاكل بتضل عم تاكل تحت، اي مش عم تاكل رمضان بعد بكره رمضان عم ينزل الوزن هلا حسب كل طبيعة الجسم، لأنه يعني من إلى ممكن أنت تنزلي 5 كيلوات بأسبوعين، ممكن تنزلي مثلا بالشهر 8 كيلو، ممكن هلا أنا مثلا كنور أنا نزلت بأسبوعين 3 كيلو، بس كمان كان انا عم غش لازم اخذ نصائحك رجاء مرات يعني بس انا نزل لي من الكتله العضليه للصراحه، مشان هيك هو سلاح ذو حدين، بيلبق بيزبط مع ناس وفي ناس ثانيه ما بيزبط معهم، لهيك ما فينا نكون عم نختار الانظمه الغذائيه بشكل عشوائي على الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. عم تعمل ايه بنت خالتي عملت هذا البرنامج ونزلت 10 كيلو خليني اجربه، لا، كل جسم إله احتياجاته، إله استقلاب جسمه، الصيام بيرفع استقلاب الجسم، ففينا نستعين فيه بهذا بهاي، بس ما فينا نضل كل عمرنا ماشيين على الصيام المتقطع. يعني معلومات كثير مهمه مثل العاده دكتوره نور، واكيد اللي ما حضر الفقره بيقدر يشوفها بالاعاده او على اليوتيوب. شكرا كثير، شكرا لك ولكل المعلومات. بدي اقول شغله بس، لانه بكره عيد الحب، لما نحن بنقول عيد الحب هو مو يعني عيد العشاء، فينا نحن نحب حالنا، فينا نحب اهلنا، رفقاتنا. انا جبت لحالي هديه صراحه، فالواحد بحب حاله، بحب اهله، بحب عيلته، رفقاته، كل الاشخاص المحيطين فيه، بس اهم شيء لما بتحبي صحتك حتعينك لحتى تقضي حياتك بشكل افضل. اكيد شكرا. اشكرك دكتوره نور، وهيك حبلش باني التزمين بالنص ساعه بشي نص ساعه معلش. شكرا لصباحك وصباحك خير على طول.